نددت كل من سلطنة عمان وإيران وماليزيا وتركيا باستخدام الولايات المتحدة حق نقض الفيتو ضد قرار بمجلس الأمن الدولي يدعو لوقف إطلاق النار بغزة. ووصف وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي استخدام الفيتو ضد مشروع القرار بالإهانة المخزية للأعراف الإنسانية، كما ندد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بالفيتو الأمريكي. من جهته أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن استخدام واشنطن حق النقض ضد مشروع القرار يعد خيبة أمل كاملة. أعرب أصدقاؤنا مرة أخرى عن أن أمريكا أصبحت الآن وحيدة في هذه القضية، خاصة في التصويت الذي أجري في الأمم المتحدة. الرأي العام العالمي برمته سيقيم الفيتو الأمريكي على مشروع القرار الذي قدمته 97 دولة من أصل 193 دولة. لقد عبرنا في لقاءاتنا أن النظام السياسي الأمريكي أصبح الآن عاجزاً في القضايا المتعلقة بإسرائيل، ولذلك فإن إسرائيل تتصرف بتهور في هذه القضية وتواصل قمعها للفلسطينيين.